هو هيقول لي الخطوه هيعمل كذا وكذا يحاسب عليه كام ساعه، لو كلمك بالتليفون يدي لك 10 دقائق معايا، فيقول لك والله الشغله دي خدت مثلا 18 ساعه، ساعه 1000 جنيه ولا 12000 جنيه، الشغله دي خدت 12 ساعه. المكاتب بقول لك المكتب بتاع اسكندريه بتاع طارق زي بياخدوا 500 او كانوا بياخدوا ما اعرفش دلوقتي بياخدوا 500 في الساعه. شلاق قالي ونديم هاشم بتوع القاهره اللي هم اشهر اثنين يعني كانوا 1000 جنيه في الساعه. على فكره العقد ورقته بيبقى 100000 150000. ما احنا ناخدين احنا قاعدين في نطاق ضيق، النطاق بتاع البيزنس جامد جدا. فهنا تبقى انا قلت لك فين كليه الحقوق سواء في اسكندريه او القاهره او عين شمس ممكن تاخد تسجيل تاخد شهاده انك انت محكم. اثنين العقود الدوليه ومش الدوليه كمان كلها بتحتاج محكمين. بس انت ما تعرفش انك ما دخلتش فيها، اللي شغال في البيزنس ده هيتعرض لها غصب عنه. لو خدت بالكم لما هو مكتبه وقت كبير لما فرجني على الموبايل الصور والناس والحاجات اللي بيعملها، لا ده مكتب يعني ده شغل كويس ومش باين عليك انا بشوفه ده في الساعه 4 ابتدائي ده كتير وثانويه عامه وفرحه تكون موسيقى يعني حاجه جامده قوي يعني ده اخرته ثانويه عامه ده وقت ثانويه عامه الثانيه هندسه بتاع لكن ده مكتب كبير ده طبعا لما يجي يشتغل شغل بقى بكامل ضخم مع شركات وبتاع بتحتاج الحاجات دي فاهمين يا جماعه؟ الترجمة دي الترجمة اللي أنا رجعتها وترجمة كويسة أوي، في ترجمة لبناني ما تنفعش، وفي ترجمة بتاعة الشلقاني، والحقيقة بالرغم إن أنا بشتغل معاهم كتير حبيت آخدها عشان أديها للطلبة، عطوني بس أي حاجة مش عايزينها حد ياخدها، يعني ما تقدرش الطلبة، يعني هم بيستخدموها بكرة عشان ما تنتشرش في مكتب التاني، التنافس ولا طلبت يعني الكلام بتاعهم. هذا الباقي بقى الحقيقه التانيين هيجوا في وقتها كمان شويه صغيرين. دكتور معلش ممكن سريعا بس اقول لنا عليهم سريعا من الاول. اول واحد الفيلم الاحمر هنرجعه كده بص كونتراكت بوكس ده الكورس اللي معاك. كونتراكت بوكس اول واحد الفيلم الاحمر ده اهم بوكس وده اصغر. الباقيين دلوقتي هقول لكم بعدين. بعدين ده جرين. الجرين ده اللي هو مرخص الفيلم كله. ده اللي بتاع المهندسين اللي هو التفصيلات فيه اقل ومركز شويه كده وده العربي مترجم معلش خلال احمر مترجم الاحمر هو على فكره لما بيتكلموا عن كده ما يعرفوش الاحمر هو الاحمر بس ما يعرفوش الاحمر مالك هو ما يعرفوش الاحمر فاهمني؟ لاحظت لما بدرس ماده كونتراكتنج الطلاب المصريون ما يعرفوش النظام القضاء المصري. ابسط قضيه ما بقاش عارف فاكر النيابه والمحكمه حاجه واحده برغم النيابه والمحكمه طرفين ضد بعض يعني ده تبع جهه وده تبع جهه ما فيش حاجه واحده. واخد بالك؟ فهنا اعطيك ثلاث ورقات مهمين جدا. الماده ديت الاعتماد الرئيسي على انك انت بتقرا. يعني انا بدي جايد لاينز وعاطي الماتيريال بس استر. أول حاجة Egyptian legal system النظام أغلب اتطور فيه مصر كانت القضاء اللي موجود فيها لحد سنة 31 قضاء شرعي. يعني إيه قضاء؟ ما فيش مشاكل عند الناس. فكان كل المشاكل موجودة يا طلاق يا ميراث يا نسب فاهمني؟ فكان اللي بيحكم فيه قضاء شرعي. واخد بالك؟ وطبعا أي غير المسلمين بيلجأوا إلى الجهة اللي شبه القضاء الشرعي في شريعتهم، لكن في وقت ذلك في مسيحيين كتير وما زال وفي كان في يهود. فالنفس القضاء عندهم قضاء شرعي بس ايه في الفرع بتاعهم. الفلماني القضاء الشرعي ده كان في مشكله ان مصر كان فيها اجانب. فقام من ايام محمد علي قضاء مهيج جدا اسمه القضاء القنصلي. الدوله لازم يكون في ثلاث حاجات عشان يبقى في دوله. ارض وشعب وسيادة. سيادة يعني حكومة تقريبا. طيب فانت كان لو خالق المشوارس خالق مع واحد جريجي يروحوا القنصلية اليونانية تفصل بينهم. كده بقيت سيادة الدولة على الأرض منقوصة. فاهمين يا جماعة؟ فكانت اسمها المحاكم القنصلية. طبعا المصريون الوطنيون في ساعة ده هادوا شوية فعملوا عدلوه برضه بطريقه برضه كانت ما زالت فيها درجه من درجات الاهانه القضاء المختلط.
ايه بقى القضاء المفترض؟ ان في محكمه من ضمن قضاة فرنسيين. وكانت اللغه بتاعت المحاكم الفرنسيه. ده اسمه قضاء ايه؟ مفترض. فكان في القضاء المفترض وخبرك بقى يشمل القضاء بالمصريين واجانب او بالمصريين ومصريين. فالمحكمه فيها قضاء اجانب وبعض قضاء مصريين. واللغه بتاعت المحاكمه الفرنسيه. خد بالك كده يعني سيادتك على الارض سيادتك منصوصه على طول. كويس؟ بعد كده اتلغى القضاء الشرعي والقضاء المفترض وبقى في القضاء الوطني. القضاء حتتين في مدني وجنائي. المدني يبتدي القاضي جزئي وبعدين ابتدائي وبعدين استئناف وبعدين نقض. الجنائي يبتدي استئناف ونقض. مفيش نظام قضائي ينفع على درجة واحدة، أي نظام قضائي لازم يكون على أكثر من درجة. يعني الجنائي المحكمة الأولية اسمها استئناف والثانية نقض. طب في المدني في قاضي جزئي وبعدين في قاضي ابتدائي، جزئي زي الحاجات الصغيرة، بيعت فجر بعد رسائل أكثر من تسعيرة مش عارف إيه، قاضي جزئي وبعدين في ابتدائي وبعدين في استئناف وبعدين في نقض. طبعا طول القضايا ديت لو سألت أهليكم اللي داخل المحكمة يعني مدني تقريبا استحالة هيحصل. وعشان كده النصيحة لما تروح المحكمة في المدني تروح ضابط ما تروحش مظلوم. لأن المظلوم مش هيحصل خالص نهائي يعني كتير ولا هيبقى ضيع وقت كتير سنة المحكمة. القاضي الجنائي بقى استئناف الحكم العام استئناف. النقد إيه الفرق بين الاستئناف والنقد؟ النقد محكمة مش موضوع محكمة قانون. يعني محكمة النقد بتنظر في حسن تطبيق القانون. القاضي مثلا لم يغادر الخطوة التقديرية أو أعمل موادا خلاف المواد التي كان من الواجب أن يعملها. فإذا نقد الحكم الحكم الأول كأنه لم يقف. فتعاد مرة ثانية للاستئناف. صدر حكم ونقد مرة ثانية لمحكمة النقد. ثاني مرة النقد محكمة النقد تبقى محكمة موضوع. يعني محكمة موضوع تفصل في موضوع الدعوة. ما بقاش تفصل فيها في القانون لا. محكمة الاستئناف في الجنائي ثلاث قضاة. وفي النقد خمس قضاة. وبرضه معلومة لحضراتكم إن ما يفضل حكم إعدام في ثلاثة، خمسة، ثلاثة، خمسة. أي حكم إعدام زي النقد. ولو ما نقدتوش وقتها ما نقدوش النيابة عن القضاء. اي حكم في اعدام لو ما نقضوش المتهم اللي يبقى في القضاء. يعني في كام قاضي اللي بيتحكى على واحد الاعدام كام واحد؟ 16. هي النيابه في القضاء ليه وهي اقصى قوه؟ هي اللي تنقض مصر كده. هي اللي تنقض القضاء هي اللي تنقض القضاء هي اللي تنقض لو ما نقضوش الحكم المتهم وبعدين في حاجه ثانيه كانت تنقض. اي حكم بعد لما يكون لما يصدر من محكمه النقض الى اشقاق النهائي من محكمه السنه لما يصدر محكمة النقد يبقى حكم نهائي بات. لو الحكم النهائي بات في الإعدام لازم يروح مكتب الأحكام رئاسة الجمهورية يقدر يطور. واخد بالك؟ فلكن عشان واحد حكى عليه بإعدام أو الناس حكى ثلاثة بعدين خمسة بعدين ثلاثة بعدين خمسة ده 16. في كل أحكام الإعدام لازم ال 16 دول واحد. الحكم الإعدام لا يصدر بالأغلبية يصدر بالإجماع. وبعد كده تتعرض على مكتب الاحكام بتاع رئيس الجمهوريه فقد يرى وقد يرى رئيس الجمهوريه ده العفو. يعني قد يرى نعم مش قصدي لا هو حق بقى رئيس الجمهوريه له حق ورئيس الجمهوريه له حق انها تعفو عن كل او بعض الحكومات زي ما بيطلع في العيد يعني حكايه الغريمين ده طب افترض ان انا والباشمهندس خدنا فلوسنا ورحنا سددنا عن شويه غريمين لا ما تعوضش ما تعوضش لا تعوضش ما تعوضش لان في هو حقوق في حق المجتمع اهلا وسهلا ما يطلعش فهو احسن انه يسددوا له فلوس فطلع قرار عفو فطلع قرار عفو لان ده حق هو بنفاس ثلاث ورقات قلت اول ورقه فيهم نظام القضاء المصري انا هشرح دلوقتي يعني هشرح حاجات الاساسيه دي بس ده
شرح التفتيش. اثنين الجزيك خلال الآن بخبرش اللون. مين أول القانون المدني؟ مين عمل القانون المدني المصر؟ عبد الرازق سابول. اوكي؟ ده العمل القانون المدني. القانون المدني له ابن اسمه القانون التجاري. هل ينفع بدأ بالقانون التجاري؟ تعارض المدني؟ المدني هو اللي يشعر. يبقى القانون المدني اللي هو اللي عمله عبد القادر عبد الرازق السنبولي والحقيقه ابنه القانون المدني. انا بقى لما خرجت من الجامعه نعم سنبول ما عرفش سنبول ما هو سنبول عارف كويس هندسه عارف محل ورد سبرموت بعد العمارة اللي جنبه بتاع سنبول البشر العمارة اللي جنبه لا طبعاً هذا ذلك الموضوع الثاني يعني في زمان شيك شوية أوكي فده البيزنس عند الكومبيرشن لو القانون كان لما أنا لو رجعت مرة ثانية خلص رأي عامة ثاني أخش كتبول حضرت كلية حقوق قانون دستوري كان في حاجة اسمها تحضر في الجامعة مجتمع موجودة في حد روحة فحضرت قانون دستوري مع الدكتور سعد عصر المدني وحضرت قانون مدني مع الدكتور دويدار أبو هاني دويدار في عميز الكلية وحضرت مدني بتاع مرفحات هو البناء يعني كان مع مين يا ربي يعني كان صغير ساعتها في جميل هو لسه موجود صاحبي وحضرت الحقيقه حضرت وشوف فقه مع الشيخ ابو زهر كان في شيخ اسمه ابو زهر نخش ضرب عبايه كده يقعد ثلاث ساعات يتكلم مفيش كلب يتنزع الكرسي. دليل بدل غير طبيعي ما بتبقاش حاجه كتير جدا عليك. وحاجه مبهره يعني حاجه مبهره ده اصول فقه مش فقه. انا لما بشوف صاحب الكتاب ده احسن بزيته. اصول الفقه. الله يرحمه حاجه جامده جدا يعني. كان ناس يعني لما تحضر قدام واحد تبقى مش الراجل ده بيعمل ايه؟ ده سلك. ده بره الحدود تبقى منبهر ده اللي بيبقى المثل اللي الناس بيربيه دلوقتي كان زمان يكون المعلم وفي التركيبه كاد المعلم ان يكون رسولا كل المعلم وفي التفتيشه كاد المعلم ان يكون فريشا الثالثه ايه؟ ايوه وكده كله كويس نقول لك الثلاثه اربعه في مصر انا بغطي حقوق لكن مريض الديب ولا ام مريض الديب انا كنت هبقى احسن من كلهم لان انا واخده حاجات تحكيم كبير يعني المحامي اللي موجود من الجنب الثاني انا مهندس معانا القانون هو محامي مع الفلاسه والله بفهم غلط بمزح بيه باربع مليار اربع دي زي محمد المواطن وعلى فكره بياخد فلوس كتيره جدا ده محامي مكسر قضيه مثلا فيها سنه سته مش هياخد اقل من كده مش اقل من كده لو تاخدوا بالكم الراجل اكيد الراجل بتاع اللي اسمه برنس بتاع الكباب والكفته لما راح مسكوه قالوا بيلاح كبير قضيه عليه يعني قضيه كان يتبع من اول يمشي الناس وخلاص معاه تفتكر مرتضى مبسوط ولا كام؟ 6 مليون القضيه دي اخرتها 3 اشهر حبس والقاضي لو لقى الراجل كان في السن هيجيبه 3 اشهر حبس مع الايقاف. يعني مع الايقاف 80 بلاش. 5 مليون جنيه. فقضيه عليها خالص. انا بقى بقول لكم برضه الكلام ده برضه شجعكم وانتم كده صغيرين تديني بس هو برضه طول لسانه مع مرتضى ما هو لما قال له انت بتاع لحمه حميله قال له كنت بتكلم انت وعيالك. كنت بتاكل عيال انت وعيالك. ما انا كنت في الناس دي. اكلت على الموضوع. موجود. بص يا باشا هو ده هو لا انا شفت الفكره بعرفها وفيها كل فلسفه ناصر برنس ماشي دايما دول بعض امثله كونتراكتس فانت لو تيجي تعمل كونتراكت هتبص على واحد شرحي وتقلده وهنبقى نتفرج عليه وبعد كده عندنا
كونتراكت لو ده بقى مش مصر لان برضه بعض المشروعات اغلبها دوليه فده وضع حقوق المبادئ الاساسيه للكونتراكت لو. اوكي ديت محاضرات عندي سيبها ده واحده ديت ماجستير كنت امتحنتها على الكليمز مانجمنت كل المشروعات بيها في كليمز هي انت عامل كليم او التاني عامل كليم فدي كانت ماجستير هي واد محترف جدا شغلته فالرساله حلوه قوي فحط الرساله زي ما هي. أربعة أسايمنتس إحنا عندنا أربع دي مجموعة النهارده وبكره مجموعة في أربع مجموعات وخمسة يبقى هما كلهم جايين خمسة فإحنا عندنا ساعة ضايعة من الجمعة فهنعوضها دي في المحاضرة الأولانية هناخد محاضرة المنطقي اللي هي يوم السبت الأخير دول أربعة أسايمنتس وده التايم تيبل بتاعهم. زي العادة أنا هحط شوية أسئلة عشان احط منهم ما يسمى الميتر والفاينل. اوكي لكن هنا انا عامل حاجه ثانيه اضافيه لتوزيع الدرجات عملتها قبل كده الميتر المفروض عليه 30 لا هيبقى عليه 20 بس و10 من الاساينس والفاينل عليه 40 عليه 30 بس و10 تيجي من الاساينس لان طبعا الطالب اللي عنده اساينس هو كويس وحبه مهتمين وبرضه انا مقدم المهندسون الحاجات النظري اللي هي بتبقى شويه بالنسبه لهم يعني مش لسه هقول لحضرتك مش مريحه يعني كميه الانجليزي اللي موجوده فيها انا شايف اكتب حوالي 400 كلمه كده في حاجات لا لا كتير قوي ايوه انا شفت انا ما انا شباب واحد هو انا لقطت تحت كده يعني الموضوع كبير يعني لا هو موضوع ما عشان كده ما عملتش فيه سر سنه واحده لهم خبر. نيجي بقى هنا كلاس روم ماتيريال. اول واحده كليم جاج هنختارها لان احتاج واحد حطيت كليم جاج لان كتير منكم هيتعملوا لنا بحاطط هنزل لها مؤقتا. اول حاجه اللي هنحتاج بيها النهارده اللي هو الكريدت في التمرين الاسبيسيفيكيشن دي المحاضره طويله قوي فانا خدت الحاجات الهايلايتس اللي هقولها يعني الاجزاء اللي هقولها بس والباقي كده اتقرب بعدين نوع التندرنج يبقى اول حاجه عندنا الفيلك بعدين الاسبيسيفيكيشنز ازاي تحط المواصفات بعدين التندرنج اللي هي بتعمل بيدنج تقدم التندر واخد بالك التندرنج هتقول لك بعد كده المحاضرة اللي وراها الديزاين بيلد تندرز الديزاين اند بيلد يعني المقاول سيقوم بوضع التصميمات ثم تنفيذها. المحاضرة اللي بعدهم حاجة بقى انترناشونال كونتراكتس فيديك انترناشونال كونتراكتس بعدين موضوع مهم قوي الحقيقه لانه حل بقى موضوع ثاني بابليك برايفت بارتنرشيب. لو تسمعوا على حاجه اسمها البوت اللي هو بيلد اوبريت اند ترانسفير بي او تي يعني ده ينفع في كوبري ينفع في انفراستراكشر طريق موضوع انفراستراكشر لكن لو محطه كهرباء لا عملنا واحد بوت من 25 سنه كان اول مره محطه كهرباء سيدي كريت سيدي كريت كذا محطه كهرباء واحد من نواحي كتير وثاني شركه طيب على الامريكاني بعد كده كان واحده يعني مره لكن الاوليه كانت بي او تي. طيب هل يا ترى في حد مجنون لما يجي عنده عقد بي او تي يعني بيت طريقه ترانسفير هيقول عقد 24 سنه ابدا بعد من اول 17 سنه مش هيعمل سبب مش هيعمل حاجه لما تيجي 20 سنه انت لك هتبقى رك تبقى يعني حطام يعني فطبعا ده ما ينفعش في بعض التطبيقات زي محطات الكهرباء والمصانع الى اخره. السيريز لو تاخدوا بالكم المحطات
معروض دلوقتي ان تيجي شركه تدور. يعني هو المحطه موجوده كويس، مدورها مين؟ وزاره الكهرباء. فوزاره الكهرباء ممكن تقول لا والله انا هشتري كهرباء على الباشا، هشتري كهرباء منكم بالكيلو وات كذا، اوكي؟ وانتوا تدوروا الشركه. كل كيلو وات تدوري هديك عليه 3 سنت 2 سنت. وصل انك انت تدير المكان ده، انت تجيب الفيول وتعمل الصيانه، تجيب العمال تشتغل ورا بعض. ده نوع من انواع العقار. بابليك برايفت بارتنرشيب، ده بابليك برايفت بارتنرشيب. ليه؟ وزاره الكهرباء بابليك وشركه هتدور المحطه تبقى برايفت. طب البديل بتاعه ايه؟ ان وزاره الكهرباء تعين فيها موظفين بتوعها. هيبقوا موظفين ايه؟ موظفين حكومه. من الحديد معاشه 15% في الشهر الجاي. بس هو معاشه تابع يعني 15% جنيه. الراجل بقى اللي انت بتمزق وقت محطه ب 3 مليار وهو مرتبه 1000 جنيه. هيحصل ايه المحطه ديت؟ بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. فلو وزاره الكهرباء هنا يعني بابليك برايفت بارتنرشيب اللي هي المحطه بتاعه وزاره الكهرباء. طب وزاره الكهرباء عامله ايه؟ متعاقده على شركه اداره، شركه بتاعت الكهرباء يعني شركه. انت المحطه عندك احسب الفيول والصيانه والعمال والموظفين. طب نتفق مع بعض، انا الكهرباء اللي طالعه من عندك كلها هشتريها بالثمن الفلاني على باب المخاطر. فاهمني؟ فهنا هو تبقى هو الشركات دي لما بتيجي بقى حتى لما تتعين مهندس بيديله 30,000 جنيه، المحاسب بيديله 10,000 جنيه، العمال بيديله 15,000، يعني بتديله مرتبات كويسه، تعمل لهم مساكن، تعمل لهم خدمات صحيه، تعمل لهم في الفلاني. لكن لو ما عملتش كده والحكومه هي اللي دورتها بالكادرات بتاعت الحكومه، يعني عندنا مثلا امبارح او امبارح في الكليه عندنا لجنه فعاليات الدراسات، لجنه علاقات ثقافيه. اللجنه دي متشكله بالرسمي رؤساء الاقسام واربعه عباقره، يعني مقتنعين اربعه من الكليه العباقره بتوع الكليه عشان يساندوا اللجنه. استاذ الدكتور سعيد الخامي ده 100 سنه، استاذ الدكتور حمدي عدوالي، استاذ الدكتور محمد ابو جبل يعرفوا لو بعدها بسنه، استاذ الدكتور شريف حفص، دول العباقرة يعني. انا بحضرت 6 مرات ما فتحتش بوقي بكلمه واحده. ليه؟ شو حكومة سيادتك رايح عرض. بقول ايه؟ جاي من فيسبوك الا العرض. انا اقول ايه يعني؟ انت رحت المؤتمر مقدم تقرير المؤتمر احمد 16/16 الموافقه على التقرير المقال ده طب قالوا له ايه يعني؟ شريف حافظ الصغير احمد شريف احمد قال لي انا ما قلت له قد ايه؟ 18 جنيه. نعم؟ لا شريف حافظ ده مانجمنت زي سامع بس شريف حافظ بيعرف اللي يدرس، لا يدرس على الاطلاق خارج الكليه باي فن. ما بيدرسش جوه الكليه. يقول لك بره الكليه لو كنت هتديني مليون جنيه عملت المستحيل اجيبه لك. لا يمكن هو يكسر جوه الكليه. هو كان جد جدا يعني. انا كنت مشرف بتاعه مش بتاع الجهاز. هو شاطر قوي الحقيقه يعني. بس شرير برضه. نعم شرير برضه. لا هو مش شرير. لا زميلتي في الكليه كان اشتباك بينه وبين الطلبه. تعرف دايما في اللجان اللي كانت موجوده انا. فمن وراها لغايه النتيجه خلاص. ولا حق قانوني. وفك الاشتباك بقى خلاص. المحاضره اللي وراها كونتراكت برايس واخر واحده المهم او 9 اللي عندنا سيوت سيوت اللي هي هيئات فك فرض النزاع واخر واحده كليمز مانجمنت دولت ال 10 محاضرات بتوعي معايا ماشي يا جماعه دول ال 10 محاضرات دكتور في سؤال عايز اسأله دلوقتي في مصر عندنا لما حد بيعمل كونتراكت
ايوه لازم في اليوم في الاخر بيعتمد في المحكمه التانيه التشريعيه دي ولا يعني في الكونتراكت؟ لا الكونتراكت هيعتمد في المحكمه دي، المحكمه تخص الزعم يعني دلوقتي الكونتراكت بتاعي مثلا حصل مشكله بيني وبين اي حد بالعقد بتاعي ده اللي هو ما بيروحش المحكمه يتم توصيله. لا لا العقد ده العقد حاجتين، ايجاب وقبول. يعني ايه ايجاب وقبول؟ انا اعرض عليك ده اسمه ايه؟ ايجاب، وانت تقول لي قبلت هذا خلاص ده العقد. بيمضوا بقى الاثنين على العقد وخلصوا من هم اللي كل اطراف العقد ممكن كده او ممكن اكتر. لو تحضر كتاب الكتاب ما هو ده ايجاب وقبول. هو في مصر الجواز مدني مش شرعي، لكن الجواز المدني مش بيتعارض مع العقد. بعد ما بيخلص الجواز الورقه والبرصمون والحط صور له ده مدني، ده عقد. بعدها بقى الراجل يقول له سيره شرعيه ابنك على سيره شرعيه، والتاني يقول له ايه قابلت الجواز منك للموكيل. بس كده بيروح المحكمه او بيروح الجواز تسجل انا نازل عليه. نعم يعني انا دلوقتي عملت ولا حد بس اوقات المحكمه يعتدي بيه. بيتكتب فيها نعم بيتكتب فيه ساعات العقد ان هو ده لو في مشاكل بيروح طبعا المحكمه. ما في حاجه تقدر الله لو انت جيت داخل في العقد موقف العقد عقد تعمل فيه مثلا لا هنكتب فوق الاسكندريه في 14/6/2019 بيبقى موقف العقد اسكندريه تمام. بس يبقى في شروط مثلا العقد في حاله المنازعات انت حر محكمه تبقى اسمع انت حر اذا قلت او تقول محكمه بس انا قلت تجاري باريس لكن افترض ما قلتش في موطن العقد يبقى تبع القاهره ولا محل القاهره محل المركز محل ابرام العقد ما هو محل ابرام العقد لازم يتسجل يتقال اسكندريه في كذا لكن لو اتقالت مصر بس يبقى لو ما قالش اصلا يبقى المكان البلد دي مشكله افترض في موضوع في اسوان واحنا ابرمنا الحد زي ما هو قال وكتبنا القاهره في 17 سنه والمشروع فين؟ هيبداوا محكمه فين؟ طبعا العقد شريعه المتعاقدين الا فيما يخالف النظام العام. العقد شريعه المتعاقدين الا فيما لا يخالف النظام العام. يعني ايه؟ ما ينفعش اكتب انا قلت عقد ان جبت تستاهلني عشان ابرم لك مصدرات. ده يخالف النظام العام. او نكتب عقد عشان نكتبه. فبدا تخالف النظام العام. فاي عقد ادام ما يخالفش نظام عام او انك تعمل عقد انك تبني في وسط الشارع تدير عماره في وسط الشارع. فاي العقد شركه المتعاقدين فيما لا يخالف النظام العام. العقد ده مدني لو اختلفنا فيه نروح على القضاء القضاء المدني. واخد بالك؟ النوع الثاني القضاء الجنائي. القضاء الجنائي ممنوع في مصر ممنوع دعوه الحزب. ما نقدرش نلجا للمحكمه الجنائيه الا اذا كان في علاقه بينه وبين الحدث. معايا؟ اسمها دعوه الحزب. فالجنائي اللي بيبعت اللي هو بيودي الورق للمحكمه الجنائي اسمها نيابه. بناء على محضر بوليس المحضر بوليس بيبعت النيابه وكيل النيابه بينظر فيه فقد جرى حبسه ويحفظه اداريا او جرى ان هو يروح للمحكمه يتفصل فيه. معناها مش تعديه ولا مش راح المحكمة، مش معناها خد قرار، لا هو راح المحكمة عشان المحكمة تنظر. فرق كتير قوي من المصريين في جاسوس ابن كلب بدار مصر اكبر دار يقول لك مين المحامي الكبرى في الحجاب عنه؟ مين المحامي البطل في الحجاب عنه؟ هو متهم مش مدان صح؟ ممكن يكون بريء. كون هو جاسوس ومستويه كلب وانت مخروف منه ده موضوع تاني خالص. المحامي اللي دافع عنه ملزم يدافع عنه باقصى ما المحامي ما يجيش لكن ما يسالش المتهم يعني افترض متهم ده بالقتل لو انا محامي وسالت قتلته قتلته قال لي اه هذا هو قول طب انا اعمل ايه؟ ما سالوش بس كان المفروض ان المحامي يبقى مهتم براي المتهم لا شرط يعني بريد ديب لما اترفع عن الراجل اللي هو الاسرائيلي ده عزام ما كانش كان واجبه عادي مش حتى محامي لا لا عادي خالص ده واجبه ما هو في نيابه ضده وبعد كده راجع دي وحدات هو مش من دور ان هو 10 سنين
منه هلا هو بيتخيل ابتدع ولا هو متاكد من ابتدع من اول خد بالك موضوع ابتدع انا هتابع عن حد لو سالت سؤال مباشر مش تبعك اليوم ما عنديش حل غير اقول للقاضي والله يكون ما عنديش هو اخطا هو مش تبعك بس انا شايف ان الدنيا وخليك جامعة ومش عارف ايه وبعدين عارف ايه يكسب على امه وعياله انا بقى عارف هشوف ابتدع بس اجيبه معايا ما اسالوش يبقى هنا هو ما عنديش تاكد انا بشك انه بتاع فده معايا طب يا دكتور المحامين اللي مش شغالين مع التجار اصلا يعني ده ده المحامي بتاع التاجر ده اه مش عقاب مش عارف هو بيبقى عارف ان هو تاجر مخدرات وبيخش يتخطى لا وبيعمل له ورقه يعني ستيبوليشن ولا ايه؟ طريق ايه؟ بدل من دليل وطريق دليل بقى ايوه عارف بيقعدوا معاه وبيقعدوا مع بعض من الحين هو دوره كمحامي هو عارف يفرج الراجل المتهم بتاعه حتى لو كان ايه بعد نظام التدريس مسكه ولقى معاه مطوى كان بالنهر كده وقد تم معه معاه مدرسان على مصلحه اثار ماده مخدره خبر خبر عربي ليه بقى؟ هو ضابط البوليس يعرف دي ماده مخدره ازاي؟ ضبط معاه مصر على مصالح اخرى يشك انها مخدرات وتم تحريرها وارسالها للطب الشرعي لكن لو ضابط البوليس مسك وكتب وقت الفلوس او ببلاش وقال ان هو كان معاه مطلوب عليها ماده مخدره من المؤخر دخل يفتش الشقه كاتب محضر التفتيش قال له شقه فيها صاله وعلى الجانب الايسر فيها حجره نجوم واختلف مطليه بطلاق ازرق فيها سرير والنص مقاسه 63 سنتي ممكن تحتيه حزمه المرمى. ده المحامي بتاعه. ممكن يكون زرع يعني. ابدا ده كده المحامي يطلب معين. ممكن يكون الوصف غلط. الوصف غلط. الشقه مش بتاعته. مش كده. لا الوصف غلط. المحكمه هتنتدب رئيس المحكمه هتنتدب امر جميل قائد. هيروح الشقه ده. ده من الاوضه الزرقاء بني. ده من جوه على الاوضه بني. وراء عربي الوصف اختلف الوصف ده في فيلم الحقيقه اللي مثله النجاح الموجي كان اسمه الهرم الفيلم ده كانت بتستعملني يا رب لا انت عارف هو عمل ايه عمل ايه الحبس ما عرفتش انا فيه الشارع ده كان بيطلعوا بتاعه التاني ايوه صح طلع بيها فبتاع الموضوع الظابط لما مسكه قال ان هو كان لابس سنين كلمه تقليديه خد الحاجه في الكلام راح هو مشترك بتاع المثل الهدوء مش هي خلاص خلص ما فيهاش سيارة مش ده لازم عايز بقى مين؟ خد بالكم في فرق بين انت بتتوقعه وفرق بالقانون اوكي؟ اللي انت تتوقعه لو جه في نصك في فرق خد بالك بين الدليل والقرينة يعني البعرة تدل على البعيد القرينة يعني هو ده السبب يعني. لان في كتير تبقى انت عارف ان هو المفروض تلاقيه والقاضي عارف ان الدليل بالكلب المفروض يتقطع يتقطع حتت 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 هيجي له براءه. طبعا المبدا الرئيسي ان اي واحد في القضاء انك تبرر 100 متهم 100 مدان خير تدين واحد بريء. هيبقى يعني بلاش ده تحس الدليل حاجه ماديه. القرينه يعني الواد ده حالق كابوريا طمع راسه كده واخد بالك وفتح صدره طب القرينه كان مصايح ده مش دليل ده قرينه. ما فيش حاجه بتمنع واحد يعني انا بجيب دلوقتي لما كان جاي حالق من هنا كده معدي شعره من هنا منظر يعني صعب قوي ركز معاهم جوايع اصغر وبعدين ده مش فاتح لك صدره كده قاعد في خصومه البرج والحاجات دي شكله صايع الطعم بتاع البوليس ما بياخدش كلامي هو شكله صايع هو هيضربه قبل ما يفكر يكون صايع ولا مش صايع لكن هل يا ترى يلزم ياخذ راي الفريق؟ لا.
قضيه لحد قضيه حد على هناك بيجيب خبير من هم في مكتب ده قدام لا لا في وزاره العدل في لجنه خبراء شارع وانا فاجئ المدام مصر شاوي فيها وهي
بيستخدموا اسمها شكل. دي فوق بقى للعرب استعاره في بقى كناية وفي نصبع الكناية للاستعاره استعاره مبنية ولا استصلاحيه اللغه باللغه الثانيه مفيش كلام ده وبناء عليه هو بتيجي تكتب الكتابه بتاعت اللغه تستدعي بصوره جميله قوي ابسط ما فيها انما يخشى الله من هذه العلماء لو عكست الشكلتين دول الله على فتحه يبقى هي مفهوم بين بلد العلماء فاعل يبقى مين يخشى العلماء يخشون الله الله وراءه من المشركين ورسوله له ولله الله وراءه المشركين ورسوله وله ولله ورسوله طبعا الى الله ورسوله وراء المشركين بتنفع لو قلت الله وراء المشركين ورسوله له يا الله وراء من المشركين ورسوله يبقى الاجتماع كله ايه؟ ماشي وصلت لكم رساله تحت البيت سيكبل الكتابه باللغه العربيه شديد الصعوبه لو احنا بقى قلنا ان احنا نطلع عن الفلك يبقى اي كلمه تتحط فيها هتبقى ايه؟ بتتصلها وقت الفلك اول فلك ده عباره عن ايه؟ احمر ده الشغل ثاني واحد يجي له كانت اند ديزاين ديزاين اند كده يعني ايه ديزاين اند كده؟ بتوع البترول اللي بيعملوا الكلام ده كتير قوي ان انا بجيب المقاول اقول له صمم لي المصنع وانت اللي عملته. ليه بقى؟ الحقيقه في شغل البترول والكيمياء هو ده ايه؟ المصنع بتاع الكيمياء فيه فريق كيمياء حاجه اسمها يونت اوبريشن يعني ايه؟ الوحده بتاعت البترول مصنع موجات او مصنع بترول عباره عن وحدات في سيبريتور في حاجه اسمها سيبريتور حاجه اسمها رياكتور حاجه اسمها بامب فالاكشن الديزاينر مش بيصمم الديزاينر بيحسب وبيحط الوحدات الملائمه مع بعضها يعني لما احط الرياكتور اللي هو الساعه دي محتاج البامب في الساعه دي محتاج السيبريتور في الساعه دي فده اسمه ديزاين يبقى هنا كان ديزاين وايه وهو الاثنين في بقى نوع ثاني اسمه اي بي سي اي بي سي اهو اي بي سي ايوه انجينيرنج بروكيورمنت اند كونستراكشن الاولاني كان ايه؟ انجينيرنج يعني عمل ديزاين بس انا مش عاوز اعمل انجينيرنج الحقيقه اللي انا بقولها اسمه انجينيرنج وكمان عمل ايه؟ هو اللي اشتغل حاجات بالبروجكت وبعدين عمل ايه؟ عمل كونستراكشن عاد بي سي فور سي ده بي سي تكنيكي يعني نعم؟ ده بيبقى تكنيكي لا بس تكنيكي هو ديزاين بيلد لا لسه لسه تكنيكي واحد تاني ممكن تكنيكي بقى يتخلص ممكن تكنيكي يعني دي عكس هو لا هو ممكن انا عامل بقى ديزاين
عشان بكره مش معايا الجدول. يوم الاحد ان شاء الله اتفكر ماشي خلاص مفيش مشكله. لا نرجع ثاني بقى تبني كيف ازاي؟ هو تبني كده لازم اي بي سي لو قلنا احنا قلناه تبني كده. انا عايز ابني حابني عماره. جبت مكتب الشارع بناني العماره وصيغه بتاعته. بناني العماره رسم الرسومات وعمل المقاطع وعمل التأليفات كل حاجه. خلاص كل حاجه اللي عملها. رحت البنك رحت النادي الصعيدي بتاع مقاول قلت له خد يا عم نفذ العماره دي كلها. وانا ماليش دعوه باي حاجه انا هاخد الحاجه. في حاجتين. هل يا ترى مين كونتراكتور ولا كونسيرجن؟ عارف ايه الكلمتين دول؟ مين كونتراكتور تحتها كونسيرجن. كون ايه؟ كونسيرجن. كونسيرجن اتحاد اتحاد مقاولين مقاولين اتحاد مقاولين. والله لازم اكون انا بتاع عارف صح. اتحاد مقاولين. ماشي؟ معايا كونسبتشوال؟ لا كونسبتشوال كونسبت كونسبت اتحاد القانون. مثلا عندي العباره في عندي وضع وضعي انت مقاول مين؟ اعمل العباره وصار 10 مليون. انت بقى هتروح تجيب مقاول كهربي وهتجيب مقاول صحي انا ماليش دعوه انا بسلم مين؟ الدولة العالمية حصل غلط انا بلاش اعمل من عادي ده بلاش ايه من اول في بعض الاحوال بقى نعمل مش عارف كبيره بقى نعمل كونسبشن. انت كونسبشن انت رئيس الكونسبشن ترشح لي مقاول كهرباء اعتمد او لا اعتمد رشح لي مقاول ميكانيكا اعتمد لا يا عم اذا كنت حبيب ميكانيكا يبقى سيب راجل ميكانيكا اذا كنت حبيب كهرباء مرسيدس واخد بالك بالحاله دي انت ليك الجانب الفني كنت بتدور المشروع. لكن لو حصل فيه عيب في الكهرباء نرجع على مين؟ ما نرجعش على ده انا على المقاول يبقى انا عمر ده الحاله الثانيه دي اسمه كونسيرت اتحاد مقاولين. فهو ايه بقى شغلته؟ كل التعامل ما كان فيه يعني الفلوس بتدور وهو اللي شغال معايا. ولو حصل عجز الفلوس يعني المقاول عايز فلوس وانا ما حطيتش هو اللي يغطيها. يعني يسموه بريتش فاناسيس يعني بريتش فاناسيس يعني انا عندي حاجتين لا مقاول عمومي ولا ايه؟ اتحاد مقاول عمومي اتحاد مقاول عمومي يعني كله لا يعني كله مطبعين محدش
عمل ايه؟ استلموا خلاص يا استلموا. الثاني بوست خلاص كل ما تسرق تجيب فواتير وتحطها الى بالنسبه لادارتك والاليه. من حاجه الطريقه الثالثه ان احنا نتفق مع حدنا على قوائم اسعار. دكتور هو الاي بي سي هو الترنكي؟ لا الريسك الاي بي سي الجديد الترنكي ممكن يكون اي بي سي ممكن لا. ازاي؟ انا عامل ديزاين للعمارة مصممها كويس جدا كل حاجه فيها كويس كويس بعد كده بقى بعمل العمارة دي بجيب من اول بقول له خد التصميمات دي نفذ العمارة دي ده هي كده ده ترنكي واخد بالك. فممكن ترنكي يكون اي بي سي ممكن لا. انا قصدي الاي بي سي ناقص له ايه عشان يبقى ترنكي؟ لا الاي بي سي لازم يبقى ترنكي لكن العكس لا كل ترنكي اي بي سي الاي بي سي على طول ترنكي هتعرف اي بي سي ترنكي ترنكي. هو الاي بي سي ان هو بياخد التصميم بالمعدات وكل حاجه طبعا ممكن ياخد الحاله الاولانيه اللي شفتها اللي هي ديزاين اند بيلد يكون بس التصميم والبناء. كل واحد بقى من دول فيديك يجيب فيديك اللي بعده الجولد جولد ديزاين اي بي او حضرتك بفضلك طبعا الابريبيشنز كتير اول هنساهم حتى ديزاين بيلد اند اوبريت ديزاين بيلد اند اوبريت. سيمز لحد النهارده دي محطات سيمز محطات سيمز دي حاجه بتدرس يعني ده 14 جيجا طب عارف انا قلت لكم قبل كده السد العالي بيقلل ادو 3 16 محطه سيمز كام؟ 14 جيجا الثلاث محطات يعني السد النهضه لو اتعمل هو مش هيتعمل خالص كام جيجا؟ 8 يعني سيمز دي قال لي سد النهضه مره جيجا. محطة التوليد اللي هنا عندنا الجديدة اللي فتحت من سنتين كده دي 1.6 بس جيجا كتير قوي طبعا الحضاريه هناخد علاوه 15%
ليه؟ 15% على ايه؟ الاساس المرتب. على مرتبي الاساسي. انا اكبر رقم كام؟ مرتبي بيقل بس مرتب اساسي كام؟ 1000 جنيه. لو انا اخترت رقم احنا كنا بنزيد
تشتغل شهرين ثلاثة بالسنة اللي هم متوسطين. التكلوز اللي قدام لو عملنا كده عشان انا وعمرينا كتير يعني اقدر اعمل استيميشن للعربيات. وصحيح بسأل الولد انت شو بقى عندك كم عربية معاك وبتاع. الفلوس دي ما تكفيش صندوق طيب. ما تكفيش. هيحصل ايه؟ عروس لا انا عامل الكوبري الجديد حطوا عليه 20 طلع اخر اهبل. اشي لا 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 لو حطوا 100 جنيه. بس يا دكتور هو برضه من ضمن دخل لا موضوع تاني خالص دخله ايه وبتاع كان الوزن بتاع مواد النقل نفسها العربيات النقل دي بتدفع عليهم ايه؟ ده ممتاز اه ده ممتاز الكلام ده جميل جدا الناس بتدفع شرعا الكلام ده مهم اكثر ان انا بقول مش تكلم لو كان في خدمه معاصر ما كانش بيتابع الثمن الحقيقي الخدمه دي حدوث نفترض ان عشان نعدي على الكوبري الجديد عشان نصير الكوبري ده هيتكلم اكس هيعدي كذا واحد الواحد هيدفع 300 جنيه لو جمع 280 الكوبري هيتبوظ لازم تبقى حاطين في دماغك ومفيش فري لانش مفيش معلش يعني ايه ادفع الخدمه ثمنها الحقيقي وهتبوظ انا ما بقولش حاجه تمام عندنا هي شركه طلبات موجوده في اسكندريه اول مترو لما كانوا مسامين ماسكين التذكره دي كان نضيف مترو شكله ايه دلوقتي؟ الدولة بتدعمه بقى تدعم الفرق. لا لا لا. هو نظيف صح؟ طيب. بص الاول ده كان ايه؟ ده كتاب الجولد اللي هو ايه؟ جي بي او كويس؟ نيجي بقى الكتاب ده المهم قوي. ده اسمه ايه؟ ده بتاع مين؟ هتعملوا فيه ايه؟ عن المهندسين اللي هم حاطوا جنبك وتقراها واحده واحده كل ما يبقى عندك شويه وقت جيب قلم اصفر وعلم عندك كل ما يبقى عندك وقت انا بقى في عندي حاسين دايما شويه كتب كده ما بقراوش مره واحده ما فيش حد كتير يجيب كتاب بس 100 صفحه يقراها ويحفظها فتقراها حاجه وبعد اخر حاجه ايه بقى؟ وايت بوك وايت بوك ده مين؟ مودرن فورم اوف اجريمنت بتوين امبلوير كلاينت اند كونسلتنت امبلوير اللي هو صاحب العمل صاحب العمل كلاينت وكونسلتنت استشاري كويس كل الكتب دي بتقدر تشتريها اصلي من الموقع بتاع الفيلك كل الكتب دي الفيلك اكتب فيلك هيطلع لك الكتب تقدر تشتري الاصل بتاعها واظن موجوده في 3 أو 4 لغات يعني موجوده بالانجليزي والفرنساوي والالماني يمكن واخد بالك فتقدر تشتري اي كتاب انا عطيت الشويه اللي عندي اللي هم المشهورين ريتشنج وريكلاميشن مين ماذا هنا؟ تكريك دريتشنج هو التكريك ها؟ عارفين قناة السويس لما صوع البتاع اللي بيشيل التراب من الارض وطلعه كراكة اسمها دريتشنج ودي ريكلاميشن ريكلاميشن هي انك تجيب اراضي تريكليم اراضي زي هولندا هولندا ايوه هولندا تعرف الاراضي لما تنزل فبقاله شدود زمان يعني وما زالوا فبتحصل ريكلاميشن الارض ففي عندك لحالات الدريتشنج بعدين ستاندرد بيلدينج دوكيومنتس البانكس بتاع البنك ده فيلك شورت كونتراكت فور بعدين اديشنال ماتيريال فيلك كونتراكت جايد ستاندرد ديت مهم قوي صفحة 4 ستاندرد بيلدينج دوكيومنت الفيلك بيحدد طريقة للبيدنج وبيحدد التوقيتات يعني لما تعمل اعلان لازم المدة قد كذا لما بتدي فرصة لازم يقدموا لازم يديهم مدة قد كذا فاهمني؟ واخد بالك؟ فده كل الدوكيومنتس ديت يو كان فايند اللي انا عاطيك اغلبهم الحقيقة او عاطيك اللي انا بستخدمه التانيين لو كان في واحده منهم يو ار انترستد فيها ممكن تشتريها مش غاليين حاجات رخيصه يعني معقوله يعني ده عباره عن الفيلم ده عباره عن ايه؟ ايوه اساسيتي انجينير اندبندنت كونسلتنج انجينير معلش عايز اقولها واحده الفيديشن جاي من الفرنساوي الابريبيشن الفرنسي لكن هنا حاجه المؤسسه الدوليه
ما ينفعش يبقى المساهم فيها جهه حكوميه. الفيفا عارفين فيها بتاع الكوره، لو اتحاد الحكومه تدخلت في اتحاد الكوره الفيفا يطرش الاتحاد ده. معايا فهمتك؟ فهي الفيدك عباره عن المؤسسات بتاعت المهندسين التجاريين الغير تابعه للحكومه. ولا تاني نقابه مهندسين في مصر او اي نقابه مهندسين اسمها سنديكيت. اسمها ايه؟ سنديكيت. سنديكيت مش يونيون. سنديكيت معناها تبع الحكومه، يونيون معناها اتحاد خاص. فاهمين حاجه يا جماعه؟ ايوه. يعني نقابه مهندسين وغيرها اسمها ايه؟ سنديكيت. اسمها سنديكيت. سنديكيت يعني معناها ليه؟ مين نقيب المهندسين؟ وزير الرأي. لا ده بالقانون. نقيب مهندسين وزير الرأي. لا المشرف. نقيب مهندسين اللي هو بينتخبوه ده اللي هو ده هنا ده ركن. لا ده اللي هو الدكتور ضحى. لا ده المهندس. نقيب مهندسين مصر كلها. اه ضحى هاني ضحى مش وزير الرأي. هاني ضحى. هاني ضحى اللي احنا انتخبناه. النقابة العامة. لكن هو المشرف على النقابة بيبقى وزير الرأي. ده اللي بنرجع له لما نختلف مع فتيجي بقى وزير الرأي ده اصحاب السلطة. هنا بقى يجي ايه؟ كل وزير الرأي ده جهة رسمية كده. اه. بمنصبه. اسمها مش اسمها تشيلو اسمها ايه؟ سنديكيت. طب لو احنا جينا عملنا المهندسين بتوع شركتك عملوا اتحاد وعملوا نقابه يبقى دي اسمها ايه؟ يونيون. يونيون تبقى ايه؟ ما فيش حكومه حاطه الا فيها. فالفيدك ده الاعضاء بتوع الفيدك الهيئات بتاعت المهندسين الاستشاريين الغير حكوميه. يونيون. شايفين الجمله اللي بتتقال دي؟ لا معلم عليها ده فيدريشن اوف ايه؟ ناشونال اسوشيشن اوف اندبندنت كونسلتنج اند بص يا سيدي بص الجمله دي من فقط اكتب دايما رقم الصفحه تحت ورقم الصفحه عشان تاخد الاخطاء فتوفر لك وقت كتير لما تيجي تذاكر او لما تيجي تستخدم الكلام ده. فيدك ريتد ان ايه؟ but intended to be used internationally used on 50% of the population. 50% من الشعاب حاليا تتبع الفيدك. يعني يعني تتبع الفيدك يعني مستقبل واخده جايد لاينز اكتر من الفيدك. دكتور معلش هو يعني بس هو دلوقتي المفروض ان انا بعمل عقد واحط اللي بدرس الاول فيديك وبتاع وبعمل عقد فيه بنود الفيديك زي ما حضرتك قلت كده المخططات بتاعت البيدنج والتريق والتندرنج وبتاع وزي. لا وحاجات اكتر كده لازم اكتب فيه بقى لو انا عايز التحكيم اكوردنج تو فيديك لازم اكتب ان انا التحكيم اكوردنج تو فيديك. لا التحكيم اوتوماتيك بس المحتوى المختصر هو الله تاني. طب مين بيعمل التحكيم؟ في مصر هنا الحقيقه عاده بيقول يا اما الغرفه التجاريه بتاعت باريس يا اما بتاع جنيف محكمه جنيف مش محكمه سويسرا. معرفش كنت عارفه ان سويسرا 22 جمهوريه. دوله سويسرا 22 جمهوريه. وهي اسمها الرسمي ايه؟ اتحاد الجمهوريات السويسريه. عشان دوله سويسرا ولا ايه؟ كل جمهوريه منهم يعني جنيف الجمهوريه لها برلمان ولها رئيس وكل حاجه، لكن كلهم زي الولايات المتحده الفدريشن. فدايما ياخدوا محكمه جنيف. ياخدوا محكمه ايه؟ جنيف. مع انا عايز ارد على ده، عايز اوريك الفيديو ايه؟ ده الفيدك الاحمر. اول حاجه انيميشن انتربريتيشن. هنقول كلمة كونتراكت. ما يهمش تفكر فيها ازاي. كونتراكت يعني ايه؟ ده كونتراكت مين؟ ده لتر. ده بقى لو انا بكتبلك يبقى اللتر اوف اكسبت او ذا لتر اوف تندر. ذيس كونديشن ذا سبيسيفيكيشن ذا دروينج ذا سكيدول اند ذا فيرمنت دوكيومنتس اف اني ويتش ار ليستد
in the contract agreement or in the letter of acceptance. يعني لما اقول كلمه contract ده المعنى بتاعها ليش من كله. ايوه طب تعالى شوف كده contract agreement يعني ايه. انا عايز اشوف حاجه ثانيه. بص انجينير يعني ايه انجينير؟ Thank you.